السلام عليكم أعزائي متابعينا متابعي قناة ريف كينان على اليوتيوب وصفحة ريف كينان على الفيسبوك والإنستغرام. طبعا اليوم سوينا من أقوى التجارب في مجال الكلاب، هي تجربة العض المباشر، يعني الشخص السيء بدون ما يلبس العضاضة، عض مباشر على اللحم والشحم مباشرة، يعني بدون ما يلبس لا بدلة ولا عضاضة ولا أي شيء. طبعا اللي سوى التجربة صديقنا وزميلنا بالعمل الأخ مرجان تركي الجنسية، واللي أكثر صدمة هو الكلب اللي سوى مع التجربة هو ميكس 2 عمره 73-74 يوم. إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم، تعالوا نشوف الفيديو. Next to...